من أهم الحرف اليدوية التي اشتهر بها أهل البادية حرفة السدو، وتعتمد هذه الحرفة على مواد وأدوات منها وبر الإبل وصوف الماعز والأغنام، إضافة إلى المغزل والمخيط والأوتاد الخشبية. وعلى الرغم أن هذه الحرفة كان يمارسها الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن النساء أشد إتقانا وبراعة في هذه الحرفة من الرجال. تعتبر حرفة السدو من أقدم الحرف التقليدية في بادية شبه الجزيرة العربية. تميزت فيها المرأة في البادية بكونها كمرأة هي مسؤولة عن البيت وتصميمه وأعداده. حديثا معنى السدو هو المد والاتساع. عند البادية هو مد خيوط الصوف بشكل أفقي وحياكتها على شكل صور ومعاني مستوحاة من البيئة المحيطة في البادية. النول هو عبارة عن جهاز بسيط بالنسبة للمرأة في البادية، يتكون من 4 أوتاد توضع بشكل مستطيل على أرض الأرض، وتنمد عليه خيوط الصوف، وترفع أداة خشبية تسمى بالنيرة لرفع الخيوط على جهاز النول. والميشع اللي هو أيضا أداة تستخدم في مد النول، والحفة لشد الخيط على جهاز النول. وتتم عملية السدو بواسطة خيوط ممتدة تربط ب4 أوتاد على شكل مستطيل، ويسمى الجهاز بالنول. فالمادة الأولية التي يستخدمها الحرفي في صناعته هي الصوف والوبر والأصباغ المستعملة، والتي تأتي من أعشاب الصحراء، وأدوات التصنيع تنتجها نفس الأيدي الصانعة للنسيج. أما الأشكال والزخارف التي تزين هذه الصناعة فتأتي وتتوافق من خلال تكوينها الفني بواقع البيئة الجغرافية التي تعيشها هذه البادية. ومن ناحية ثانية، فإن هذه الصناعة التي كانت قديماً تمارس لسد الحاجة الشخصية. وهذا عورقة، وهذا الترسية، وهذه شنفة، وهذا رقم، وهذا شنفة، وهذا المشط، وهذا شنفة، وهذا حتو، وهذا عورقة. روس خيل، مذخر، فروس خيل، شنف عادي، حنبلية، صوباء، جمل، أمشط، علاقة، وقبقب، هذه الحية وهذه الطيارات، هذه تراكي صباح الخير، وهذا رجال، هذا واسم البعارين واسم البدو على البعارين، هذا صاروخ. تمر عملية حياكة الصوف والوبر بالعديد من المراحل. فأولاً يتم قص الصوف من الأغنام في فصل الربيع، ويجمع الوبر من الإبل في فصل الصيف، وتتم هذه العملية عادة على مدار السنة، ويستخدم في أدائها المغزل. إعداد غزل الصوف أول شيء يمر في مرحلة اللي هو جز الصوف من الخرفان اللي هو في فترة نهاية فصل الربيع، وبعدين يبدي ناخذ جز الصوف هذا وننظفه ونغسله، وبعدين نبدي نغزله. بعد الغزل يتم طريقة صباغته عن طريق الألوان الطبيعية أو الصناعية. من الألوان الطبيعية اللي هي العرجون، الحنة، الفوة، العصفر، وفي اللي هي المواد اللي تستخدم في تثبيت الألوان هذه اللي هو اللومي الأسود وقرف الرمان والشب والملح. وبعد إكمال غزل الصوف والوبر يجري تلوين الأبيض منه بمختلف الألوان،
وقديما كانت جميع هذه الألوان تأتي من النباتات الصحراوية، وتتم هذه العملية الأخيرة عادة في فصل الصيف، لأن البدو في هذا الفصل يكونون أكثر استقرارا من الفصول الأخرى. أما بالنسبة للألوان الصناعية فيشترونها من اللي هو من تجار الهند، وهي عبارة عن ألوان بودرة اللي هي اللون الأحمر والبرتقالي والأخضر. ويستطيع الحرفي صناعة بيوت الشعر وما تحتاجه من فلجان وذراء وسياج، وكذلك صناعة المزاود والخروج والمفارش والمساند. ويدخل في هذه الحرفة حياكة الملابس ورفي البشوت التي هي أكثر ملابس الرجال شهرة وأهمية، فهو لباس عربي أصيل ويمثل أرقى أنواع الأزياء كونه يصنع من خيوط فاخرة وبطرق متقنة جدا. ويتميز زي الرجال من أهل البادية بالبساطة والوقار، وكان الرجال يحرصون على ارتداء أزيائهم الشعبية في المناسبات الاجتماعية كالأعياد والأفراح وغيرها. من المنتجات والمشغولات في حياكة السدو اللي هي أهمها اللي هو بيت الشعر وأجزاءه اللي هو القاطع، الرواق، وعندنا الهودج والعدول بأحجامها، وعندنا المزاود، وعندنا اللي هو السفايف والبسط والمعاني. تستخدم البادية نسيج الصوف والوبر وشعر الماعز في العديد من المنتجات كبيوت الشعر، وهي عبارة عن مسكن أهل البادية في الصحراء ينقلونها حيث يرحلون. وكذلك القاطع، وهو عبارة عن فاصل يستخدم في تقسيم بيت الشعر إلى عدة أماكن. وأيضا الرواق، وهو عبارة عن الذاري لبيت الشعر يوضع بالجهة التي تأتي منها الريح. وكذلك هو الحال بالنسبة للهودج الذي يعمل من الخشب على ظهور الجمال، ويغطى من كل الاتجاهات بقماش ساتر، ويكون مكانا للنساء أثناء الرحيل. والعدول، وهي عبارة عن أكياس لحفظ العيش. والمزاود، وهي أكياس أصغر حجما من العدول تستخدم لحفظ الملابس. والسفايف، وهي خيوط محاكة بطريقة جميلة وبألوان زاهية لتزيين الخيل والهجن. والبسط، وهي عبارة عن مفارش تصنع عادة بخيوط مبرومة توضع على أرضيات بيت الشعر. وأخيرا المعاني، وهي عبارة عن قطع مستطيلة ذات ألوان وتصاميم تستخدم لتزيين بيت الشعر. تعكس الوحدات المنقوشة في المنسوجات البدوية طبيعة البيئة الصحراوية وتخضع لمبادئ الثقافة الإسلامية، وهذا ما تميزت به المرأة في إنتاج منتجاتها في البادية. أشهر أنواع النقوش المعروفة في شبه الجزيرة العربية اللي نقشة الجرة لصعوبتها لكثرة الرموز لتأثر المرأة في البادية من البيئة الصحراوية التي حوالينها. وعندنا نقشة العورجان اللي هي عبارة عن مثلثات بالأبيض والأسود، وعندنا الضلعة، نقشة الضلعة، ونقشة المذخر والعقوب. وتعتبر المرأة المتميزة في هذه النقوش وفي منسوجاتها، تعتبر المرأة المتميزة بطريقة غزل دقيق ونسيج مرتب واستخدامها للنقوش المتأثرة فيها من البيئة التي حوالينها، تسمى بالظفرة
لجودة عملها وكثرة إنتاجها وتميز شغلها بالنسبة للمرأة في البادية. فحرفة النسيج وحياكة الصوف والوبر الذي تنتجه الأغنام والإبل التي ترعاها البادية في شبه الجزيرة العربية والصحراء العربية، وهي حرفة وصناعة أصيلة بكل ما للأصالة من معنى.